مساء الخير يا محمود. مساء النور يا ريف ايميل. الهانم فين؟ فوق عند البيت، ثانية واحدة عند هالك. طيب. اهو مزبوط للاستاذ رفي. حاضر يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ. اهلا وسهلا سيدي. اتفضل. خير ان شاء الله. انا صوتك في التليفون ما ريحنيش. قلقانة قوي يا استاذ رفي. ليه؟ صحته عماله في النازل. ايوه بس الدكاتره ادونا مهله 5 ايام، لو عدى منهم يبقى مرحله الخطر زالت، واعتقد ان ال5 ايام خلصوا اول امبارح. حالته النهارده اسوأ من ال5 ايام اللي فاتوا. وانتي شايفه ايه مستشفى؟ انا كلمتك مخصوص عشان ترتب اجراءات سفره بره. بس انا ما اعتقدش ان حالته تسمح بكده. هدي نفسك المال يا ألفة هانم. الحقيقة أنا بحسده، ربنا رزقه بزوجة نادرة. بعد إذنك أطلع أشوف. ألفت؟ لا ده أنا رفقي يا عزيز بيه. إزاي صحتك دلوقتي؟ أهلا يا رفقي، والله تعبان. تعبان قوي يا رفقي. أنا حاسس إني خلاص. بعد الشر عليك، يا راجل ما تقولش كده. ده الدكاترة كلهم طمنونا عليك. قولي عملت إيه في الوصية؟ سجلتها؟ والحاجات اللي كلفتك بيها؟ مكتبي كله شغال فيها. ويا ترى القضيه بتاع عزبه المنوفيه تم فيها ايه؟ كسبناها الحمد لله. عمرت الدقي ما تشغلش بالك انت بالحاجات دي، ما تشغلش بالك انت. انت مش واثق في المحامي بتاعك ولا ايه؟ يا رفي هو انت بس المحامي بتاعي؟ ده انت اخويا، ده انت صديق عمري. ما تجهدش نفسك انت، ما تتكلمش كتير، بلاش كلام كتير. هي ولفت فين؟ تحت. وهي من رأيها انك تسافر بره؟ لا لا يا رفي، لا انا مش هسيب سريري ابدا ابدا. انا مش عايز اتبهدل يا رفي، مش عايز ارجع جثة جوه صندوق في مخزن الطيارة. خلاص هي كانت عايزة مصلحتك يعني. أنا عارف إن هي عايزة مصلحتي. ألفت دي ملاك يا رفقي، ملاك. عايزك تخلي بالك منها، خليك دايما جنبها. خير يا سيان. اهلا يا ألفت، ها اخباره ايه النهارده؟ الحقيقه مش قوي، كل مدى صحته بتتاخر. غريبه ان هو رافض خالص انه يسافر بره. بصراحه يا ألفت انت عملتي اللي عليكي واكتر. مش عارفه يا سيان، عزيز ده لو جرى له حاجه انا هعمل ايه؟ انا هبقى كده لوحدي، الدنيا كلها هتبقى فاضيه عليا. ليه بقى ما تجيبي طنط تقعد معاكي، ولا انت تروحي تقعدي معاها؟ هو اسم البيت اللي اتربيتي فيه. جرى ايه يا ألفت؟ لزومه ايه العياد ده بس؟ النادي كله هيلاحظ. اصل انا وانت بنتكلم عنه زي ما يكون مات خلاص. ربنا يديله طولة العمر. هو بصراحه ما قصرش من ناحيتك في حاجه، هو فرق السن كبير شوية، لكن أنا عمري ما سمعتك بتشتكي منه. حسيس ده بالنسبة لي
أخويا وأبويا وصديقي وجوزي وكل حاجة في الدنيا. هي حالة نادرة في الجوازات اللي فيها فرق السن كبير قوي كده، الناس كلها بتقول كده. بقولك ايه، ما تيجي نقوم نلعب تنس؟ لا معلش يا سام، انا مش فايقة للتنس النهاردة. طب بقولك ايه، اصل انا موعدة دلوقتي مروة ونجات هلعب معاهم جيم. انت هتعملي ايه؟ ولا حاجة، انا هقعد شوية وبعدين اروح، اصلي قلقانة عليه قوي النهاردة. طب انا بعد النادي في البيت، لو احتجتيني اجي اقعد معاكي اتصلي بي. ها طيب يا حبيبتي، باي باي. باي. وبكرة بعد الجلسة هكلمك وبإذن الله هقول لك مبروك يا سيد رفعت. يعني حضرتك متأكد إني مش لازم أروح المحكمة؟ طبعا متأكد، لأني متأكد إن احنا بإذن الله هنكسب القضية. ربنا يطمنك يا أستاذ رفعي. مع السلامة يا سيد رفعت. مع السلامة يا خالد. تعال لي. أمرك يا رفيق بيه. أنت إن شاء الله بكرة هتروح جنايات الجيزة، هتترافع في قضية المعلم شطورة. إحنا قتلناها بحث وتناقشنا فيها، هتركز على النقط اللي اتفقنا عليها وتقدم المذكرة. وقضية الأستاذ رفعت؟ لا دي أنا هحضرها بنفسي. ألو؟ إيه؟ لا أنا جاي حالا. خير يا فندم؟ عزيز بيه يظهر إنه بيودع، فائد النطق بقاله ساعة. ألو؟ أيوة موجود. دقيقة واحدة. سهام؟ يا سهام؟ أيوة يا مامي. تليفون. حاضر. أنا جاية حالا. مين يا مامي؟ باين عليها كده من صوتها إنها ألفت، بس صوتها مكتوم قوي. الو. ايوه يا ألفت، ايه في ايه؟ طب يا ألفت انا جاي حالا، ما تعمليش في نفسك كده، حاجه على طول. ايه سهام، في ايه يا حبيبتي؟ عزيز بيه يا مامي، تعيش انت. يا عيني نروح عليه على طول ولا يهمك. صباح الخير يا جماعه. صباح النور. عزيزته ألفت ولا لا؟ ايه ده، في مين؟ في جوزها عزيز بيه. مش ممكن. امتى ده حصل؟ من 3 ايام. معرفهاش. علشان كده سهام ما كانتش بتيجي بقالها 3 ايام. ما هي صاحبتها قوي. لا يا جماعه، لازم نروح نعزيها. انا رحت لها امبارح. ابقوا روحوا انتوا، بس ما تكسلوش، النهارده اخر يوم في العزاء. اهو النهارده اخر يوم في العزاء، من بكره تلمي حاجتك وتروحي تقعدي عند طنط. طنط، اديني كنت لسه بقول له ألفت، من بكره تقفل الفيلا وتيجي تقعد عندك. والله يا سهام غلبت اقول لها الكلام ده، ماهيش راضيه. يا ماما انا ما اقدرش اسيب الفيلا، يعني ما سمعتيش النهارده الاستاذ رفقي كان بيقول ايه؟ المرحوم سايب اوراق متلتله هنحتاجها في ضريبه التركات. الله، ما تسيب المفتاح لرفقي وهو يدور على الاوراق اللي عايزها وياخدها. والله فكره، انت مش بتقول ان رفقي ده صديق عمره وكل اسراره معاه؟ يا جماعه انا ما اقدرش اسيب الفيلا، صديق عمره مش صديق عمره، ما اقدرش اسيب مفتاح بيتي لحد. في دي لك حق. طب يا طنط، ما حضرتك تيجي تقعدي معاها هنا بدل الهوى اللي هي فيه ده. وسيب اخواتها لمين؟ وانا بيتي محتاج لي. يا جماعه ما تشغلوش نفسكم بيا، انا هعرف اشغل وقتي كويس. طب هقولك، كل يوم يبقى تعالي النادي وهتغيري جو. قومي اغسلي وشك كده وفوقي، او اخر يوم في العزاء النهارده، وبعد كده شوفي نفسك. ده انت خسيت النص في 3 ايام يا كبد امك. تركت عزيز بيه يا خالد مليانه بلاوي، اتضح انه كان بيع لها حاجات كتير قوي، وبعدين عمل لها وصيه بتلت املاكه اللي فاضله. يا ده كان بيحبها قوي قوي، ومش هقول لك انها قد بنته، لا دي قد حفيدته. ومع ذلك كانت الزوجه الوفيه. تعرف الشهر اللي فات عمل ايه؟ قعد يبيع ويحط لها في البنك، لما حط لها في حسابها في البنك 300,000 جنيه.
من غير هي ما تعرف؟ وحلفني ما اقولهاش. طب حضرتك ناوي تقولها؟ هقول لها في الوقت المناسب. المهم عندنا دلوقتي ان احنا نعمل ملف لتركة عزيز بيه، ويا ريت نبتدي الشغل من بكره. حاضر، تحت امرك. معلش يا خالد، انا بتقل عليك لاني بعتبرك ابني وايد اليمين، ولا انت مش معتبرني ابوك؟ يا خبر يا رفقي بيه، ده انا ليا الشرف اني اشتغل في مكتبك. انا بتنبأ لك بان انت هتبقى محامي عظيم جدا، وبكره تشوف. تفتكري مش هتصدني؟ وتصدك بس ازاي يا مجدي؟ ده انتوا قصة حبكم حديث النادي 4 سنين. بس القصة دي انتهت بجوازها من عزيز. وانت اتجوزت وطلقت، وعزيز بيه مال؟ ليه ما ترجعش القصة تاني؟ انت مش لسه بتحبها؟ طبعا، بس المهم هي؟ هي لسه عليها شوية، لما تفوق من الصدمة هتبقى مستعدة لأي نكشة تنكشها للحب القديم. وتفتكري هتفوق من الصدمة امتى؟ دي عليك انت بقى، فوقها الاول بعدين ابتدي انكش. العب يا ابن خالتي. مساء الخير. مساء النور يا فندم. ألفة هاني موجوده لو سمحت؟ موجوده يا بيه. من فضلك قول لها مجدي. اتفضل يا بيه. شكرا. اتفضل. نازل حالا يا فندم. طيب شكرا. مساء الخير. البقيه في حياتك. حياتك البقيه، اتفضل. الحقيقه انا اتاخرت في تقديم العزاء ليكي. انا كنت محتار اعزيكي فين. ما انت جيت البيت اهو. ما هو انا لما اتاخرت يعني قلت لا، شكلي كده هيبقى وحش فجيت. في حال ترددك دي متهيألي يبقى التلغراف احسن. انت متضايقه اني جيت يعني؟ اقوم يعني؟ لا ابدا، بس انت بتفهم في الاصول. كان المفروض قبل ما تيجي تجيب معاك 2-3 اصحابك من النادي وتيجوا سوا. على العموم انا اسف جدا، و الباقي في حياتك. وحياتك الباقي. طيب انا ماشي بقى عشان اسيبك تستريحي. مش لما تشرب القهوه؟ لا معلش معلش، شدي حيلك. مع السلامه. في اوراق كتيره ناقصه رفقي بيه، خصوصا مخالصه الضرايب عن 5 سنين اللي فاتوا. ما هي بتقول ان مكتب عزيز بيه مليان اوراق وملفات وهي مش فاهمه فيها حاجه ابدا. ايوه، بس انا ما اقدرش احدد جلسه مع الضرايب الا اذا كانت معايا المخالصه دي، وبعدين في اوراق تانية وحاجات انا عاوزها ومحتاجها. انا هبقى اكلمها، بس انت لازم تعمل لها زياره في البيت، وتفضي نفسك يوم بحاله لاوضه المكتب عشان تجيب عليها وطيها لحد ما تلاقي المستند اياه بتاع الضرايب. ويا ريت بالمره تنظم الاوراق وتعمل لها دوسيهات وترتبها عشان لما نعوز حاجه نلاقيها بعد كده على طول. حاضر يا فندم. خالد، ما وصكش على ألفة هانم دي، دلوقتي وحدانيه وملهاش حد. من عينيا. يعني انت رحت تعزي قمت اتهزقت؟ لا، تقدر تقولي اتطربت. حسيت ان كرامتي اتبعترت على الارض، قعدت الم فيها علشان اقدر امشي. معلش يا مجدي، لازم تقدر حالتها، ده ما بقالوش 3 اسابيع، يعني ال40 لسه بدري عليه. لا بس انا مجدي بتاع زمان، بطل التيرو في النادي، ولا انت نسيت يا بنت خالتي؟ عايزه اقول لك حاجه تراعيها وانت بتتقرب لألفة يا مجدي. ألفة كانت بتحب عزيز جدا. تحبه؟ تحبه مين يا سهام؟ ده جده عزيز.
لكن حبيته. صدقني يا مجدي محدش اقرب لألفت مني. ما تبصش لفرق السن، ألفت كانت بتحب عزيز كانه شاب عمره 25 سنه. عشان كده الموضوع عايز منك صبر وتكتيك. تكتيك ايه وصبر ايه؟ هو انا هعرف اشوفها تاني لما ترجع تيجي النادي تاني؟ يا سهام حليني بقى لما تحل الذكرى الثانويه التانيه ان شاء الله. سيب دي عليا انا، انا هفضل ازن عليها عشان ترجع للناس وتختلط بيهم من جديد، واول حته طبعا هتكون النادي. انما قولي يا مجدي. هاي ما سالتنيش يعني انا ليه متحمسه لرجوعكم لبعض. اه صحيح، ليه؟ لان قصه حبكم القديمه صعبانه عليا. انا صحيح هاجمتها لما سابتك وراحت اتجوزت عزيز، لكن لما لقيتها سعيده معاه سكت، ولما مات مستخسره ما ترجعوش لبعض. ربنا يخليك يا سامي يا بنت ادم وحواء ويحقق امنيتي. انهي امنيه؟ ان انا والفت نرجع لبعض. وليه انت ما تجيش بنفسك يا استاذ رفقي؟ خالد مين ده؟ انا معرفوش. بيشتغل معاك على عيني وراسي، انا ما قلتش حاجه. بس حضرتك عارف ان انا قاعده هنا لوحدي، مش معقول ادخل عليا راجل غريب ويقعد في المكتب بالساعتين والثلاثه يا استاذ رفقي انا والله فاهمه بس حاضر حاضر يا استاذ رفقي. طب خلص خلص خلص، طيب مع السلامه. عايزه حاجه تاني مني يا ألفت؟ مستعجله ليه يا ماما؟ يا دوب يا بنتي اروح اشوف طلبات اخواتك، ده انا سايباهم طول النهار. طيب بسلمي لي عليهم. بقول لك ايه، الأربعين فاضل عليه يومين، مش بعد كده بقى. لا يا ماما. لا ايه؟ انت عرفتي انا كنت هقول لك ايه؟ ايوه هتقولي لي اقلعي الاسود بعد الأربعين. اصل مش معقول تقعدي. يا ماما انا لما احس ان انا عايزه اغير الاسود هغيره. طب بلاش الاسود دلوقتي، اخرجي شوفي الناس، سلي نفسك يا بنتي. انت قاعده في فيلا طويله عريضه، مش معقول تقعدي بوزك في بوز محمود السفراجي وعبده الطباخ. برضو يا ماما لما احس ان انا عايزه اخرج هخرج. براحتك، تصبحي على خير. وانتي من اهل. يا ريس، ريس تعال. ايوه يا استاذ. لو سمحت طلع بوكيل ورد لألفة تاني. ايوه ممكن، بس يا استاذ وده مين؟ خلاص خلاص اسمي موجود في الكارت. صرف انت صرف انت خلاص بقى روح. الله خذ يا محمود الورد ده، نهارنا ورد يا سيدي. لمين الورد ده يا عم سيد؟ ابا هيكون ليك للست طبعا. يا هيل. السلام عليكم. عليكم السلام يا ورحمه الله وبركاته. ألفة تاني موجوده؟ موجوده يا فندم، اتفضل. قول لها خالد عامر المحل. الاستاذ خالد عامر يا فندم. اهلا اهلا استاذ خالد. اهلا وسهلا يا ألفت هاني. اهلا وسهلا حضرتك. تفضل. شكرا. الشاي يا محمود. حاضر يا فندم. الحقيقه رفقي بيه. ايوه ايوه هو قال لي ان حضرتك جاي النهارده. طيب ممكن بعد اذن حضرتك يا فندم اشوف اوضه المكتب علشان ادور على المستند؟ طبعا اتفضل. اتفضلي حضرتك. اتفضل حضرتك وانا هحسنك. محمود. افندم ستان. ابقى هات لنا شاي على المكتب. حاضر يا فندم.
المكتب عندك اهي مليانه اوراق، ما تسالنيش عن اي تفاصيل لاني ما اعرفش اي حاجه في الاوراق دي. مفاتيح المكتبه والدواليب والمكتب، ده بقى مفتاح المكتب. الشاي يا ست هان. متشكرة، روح انت. كم حتة سكر؟ اتنين لو سمحتي. تحب معاه لبن؟ لا يا فندم، متشكر. متشكر أوي. الظاهر حضرتك خجول وحساس زيادة عن اللزوم. ده من لطفك يا فندم. أنا بقول حضرتك تستريحي وأنا هرتب الورق وأدور على المستند وبعدين أبعت لحضرتك. أنا كنت عايزة أشكرك على الورد. نعم؟ ورد إيه يا فندم؟ أنا ما جبتش ورد. مش غلط. ازاي يعني؟ انا مش عايز اضايقها يا سهام، ومش عايزها كمان تحس اني بضغط عليها. هو انت يعني لما تبعت لها ورد تبقى بتضغط عليها؟ ده انتوا يا مجدي كنتوا بتحبوا بعض وكنتوا خلاص هتتجوزوا. انا اللي قلقني ألفة بتاعت دلوقتي. ايه اللي قلقك فيها؟ ارملها حلوه ومعاها فلوس كتير والطمعانين هيكتر. طب ما تلحق قبل ما اي حد يضحك عليها. انت مش فاهمان يا سهام، انا شخصيا بحب ألفة بتاع زمان، البنت البسيطه اللي كانت تحط 8 ساب من معاها على 12 قرش من معايا ونجيب 2 جيلاتي ونقعد صايعين في الشوارع بالثلاث اربع ساعات. يعني ايه؟ يعني ألفة بتاع دلوقتي ما بتحبهاش؟ لا، انا بس خايف منها. انت غريب قوي يا مجدي. انت مش بس غريب، انت طنقت يا اخي. بدل ما تحط 12 قرش من معاك على 8 ساغ من معاها وتجيبوا 2 جيلاتي، خليها دلوقتي تحط 100,000 جنيه من معاها على 5 جنيه من معاك وهاتوا فيلا. لا 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 يا سهاب، مش انا. مش انت؟ طب يا اخويا خليك مثالي وعامل لي فيها ابو الكرامه لغايه ما واحد يجي من اياهم يلهفها هي واللي معاها، وساعتها اللي هيدفع 12 قرش ولا حتى 5 جنيه يا سهاب. انت انا بقول لك ايه، قوم قوم روح، انت فورت دمي، قوم، مش عايزه كلام. حاجه غريبه، مش موجود هنا خالص. انا هتجنن، مش عارفه المستند ده راح فين، مع ان الاوضه دي محدش دخلها من يوم المرحوم عزيز ما مات. يمكن في الخزنه بتاعت المرحوم. لا 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 لا، انا مفضيه الخزنه بنفسي وجبت كل اللي فيها هنا. انا تعبتك معايا قوي يا استاذ خالد. لا ابدا ولا يهمك، هندور من الاول. لا لا كفايه كده قوي، ده انت بقالك على القعده دي 4 ساعات. معلش، اصل المستند ده مهم قوي والجلسه بتاعه الضرايب قربت. معلش نكمل بكره، ولا انت مش فاضي بكره؟ أنا لو ما كنتش فاضي أفضي نفسي، بس الحقيقة أنا خايف إن الأوراق دي. لا 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 لا، ولا يهمك، الأوضة هتتقفل وهتفضل زي ما هي لحد ما تيجي بكرة. الساعة 7 يناسب حضرتك؟ يناسب حضرتي،
بس المهم يناسب حضرتك انت وما تتاخرش. انا الساعة 7 بالظبط هتلاقيني حضرتك برن الجرس. تصبحي على خير. انت من اهلي. يا خالد. ايوه رفيق بيه. انت قلت لي يا ابني هتروح لألفة هانم الساعة كام؟ الساعة 7 يا فندم. طب يا ريت وانت بتدور على مسند الضرايب تشوف لي العقد بتاع المقاول بتاع عمارة العجوزة. حاضر عينيا يا فندم. الو جيهان. اهلا اهلا يا حبيبتي. اهلا اهلا. حاضر من عينيا. اهو يا فندم. متشكره يا محمود. انت ما قلتش لألفة اني قاعده مستنياها ولا ايه؟ هي نازله حالا دلوقتي يا فندم. مساء الخير يا محمود. صدور يا فندم. هانم جايه حالا دلوقتي. مساء الخير. ياه توك ما افتكرت. اصل انا ما اعرفش سيادتك و طب يا اخي نتعرف. انا اشجعك. انا سهام صاحبة ألفة الروح بالروح. وانا خالد. انا خالد عامر المحامي. محامي؟ اكيد عمرك ما خسرت قضية. جرأة يا ست ألفة، قاعدة ملطوعة بقالي ساعة مستنياكي. اهلا وسهلا يا استاذ خالد. اهلا بيك يا فندم. اهلا يا استاذ خالد. استاذ خالد لسه داخل، المفروض تقولي لي اهلا يا سهام. معلش ما تاخدش على كلامها، اصلها خفيفة شوية. أنا خفيفة؟ طب والله ما أنا قاعدة. ها اتفضل يا أستاذ خالد على المكتب. متشكر أوي. تعالي هنا قوليلي إيه حكاية الواد الأمور ده؟ ده المحامي. ما أنا عارفة إنه المحامي، بس أخباره إيه؟ عازب، متجوز، مطلق، أرمل، بيحب، خاطب، خالي. شو ايه ده؟ ايه الجنان بتاعك ده؟ تعالي اتفضلي مع السلامة. كده يا ألفت بتطرديني؟ ايوه بطردك، عندي شغل. طب وماله؟ ما انا ممكن اساعدكوا في الشغل ده. انا حجة في القانون، موسوعة في الإجراءات الجنائية، جه بذ في الضرائب. بعدين معاك يا سهام بقى، بطلي هزارك السامك ده ويلا اتفضلي اتطرقي. كده يا ألفت انا هزاري سامك؟ طب ربنا يسامحك. ها ايه
انت امبارح ختمتها على الارض والنهارده هتبتديها على الارض. هو انا ان شاء الله النهارده لازم الاقي مستند الضرايب، وكمان في حاجات تانية. لا بس مش قبل الشاي، حتتين سكر ومن غير لبن. اوعى تكون اتضايقت من صاحبتي سهام، دي ظريفه قوي ومرحه وعشريه. هي صحيح يعني ساعات بتزودها حبتين. هي ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ انت شعرفك انها ما اتجوزتش لغايه دلوقتي؟ لا اصل ما لقيتش في ايدها دبل. عندك ليها عريس؟ هو في عرسان اليومين دول يا ألفت هانم؟ الحاجة بقت نار، الجهاز بالشيء الفلاني والشقق بالألفات. وانت بقى من الشبان المضربين عن الجواز عشان الجهاز بالشيء الفلاني والشقق اللي بالألفات؟ ايه؟ لقيت مستند الضرايب؟ لا ده عقد المقاول بتاع عمارة العجوزة. ايه عمارة العجوزة دي؟ العمارة دي مكتوبة باسم حضرتك وعقد المقاول برضو باسم حضرتك. بس هو ما قاليش عليها خالص. وفي حاجات كتير تانية حضرتك ما تعرفيهاش. هو كان بيستعمل التوكيل اللي حضرتك عاملهوله ويشتري حاجات ويكتبها باسمك ويمضي بدالك. يعني العمارة دي فيها أي مشاكل؟ لا أصل المقاول متأخر والأستاذ رفقي كان عاوز العقود علشان يوقع عليه الشرط الجزائي. حضرتك عارفة ان كل عقود عزيز بيه كان بيعملها الأستاذ رفقي. ممكن نطلع نتفرج عليها؟ أوي اتفضلي. يا السلالم متعبة أوي. معلش أصلها لسه ما كملتش. قول يا خالد، تفتكر أأجر الشقق ولا أملكها أحسن؟ والله دي حاجة راجعة لسيادتك. أصلي محتارة، لو أجرتها مش هتجيب حاجة، ولو ملكتها هبقى ضد جواز الشبان اللي زيك، لأني في الوقت ده هبيعها بألوفات. خالد إيه رأيك؟ أنا آسفة، تاني مرة أقول لك فيها خالد حافظ. يا ألفة هانم ده شرف كبير لي. أنت أناني. أنا؟ ليه يا فندم؟ زي ما هو شرف ليك إني أقول لك خالد كده حاف، عايزة يبقى لي شرف إنك تقول لي ألفة حاف. ودي معقولة برضه يا فندم؟ معقولة جدا. ألفة هانم قصادها أستاذ خالد، ألفت قصادها خالد، إيه رأيك؟ هحاول. بس بعت ورد ثلاث مرات وبس. ونعم سهام. شوفي مين جاي ورا. بص ألفت يا واد اتقل، ما تبقاش خفيف. يلا نلعب، يلا نلعب. ألعب؟ هاي سهام. لا اهلا يا ألفت، ازاي؟ انت مقموسه مني ولا ايه؟ ابدا، وهتقمص منك ليه؟ امال ما جيتيش ليه من يوميها ولا حتى اتكلمتي في التليفون؟ يعني لقيتك مشغوله، قلت لما تخلصي مشغولياتك هتكلمي. اهلا يا ألفت. ايوه كده، اخرجي خلي الناس تشوفك وانت تشوف الناس. مرسي قوي يا مجدي على الورد الجميل اللي انت بعته، بس وحياتك قول لي بتاع الورد يقلل شويه من الاصفر ويكتر من الاحمر. باي باي بقى يا سهام. بقول لك ايه يا ألفت، ما تيجي اعزمك على فنجان شاي. لا يا ستي ما اقدرش، انا عامله حسابي ان انا اجي اصالحك وامشي على طول. وانا مش هتصالح الا اذا قبلتي عزومتي على الشاي. حاضر يا متعبه، اوكي هستناكي في الجنينه. ها جايه لك على طول. باي باي يا مجدي. يعني افهم من كده ان الورق دلوقتي بقى مظبوط تماما؟
أنا قعدت أربع قعدات، كل قعدة ثلاث ساعات ونص، رتبت كل الورق في دوسيهات وكل دوسيه بقى ليه نمرة. عظيم، وسبت الأوراق هناك طبعا. الحقيقة أنا ما رضيتش أجيب حاجة هنا إلا ما حضرتك تؤمن. لا هاي لا، هو كده هو ده الصح. بقول لك إيه، ده في بكرة جلسة ضرايب، ويتحتم إن ألفة هانم تحضرها بنفسها. أكلمها. ألو ألفة هانم، أنا رفق المحامي. أهلا يا ستي، أهلا بيكي. أنا برجو إنك تقابليني بكرة إن شاء الله الساعة 10 في مصلحة الضرايب. لا ده النبادي يعني يتحتم وجودك. إن شاء الله نتقابل الساعة 10 إن شاء الله، أنا هسبقك على هناك. وحضرتك هتروح بنفسك؟ طب ما بلاش تتعب نفسك وخلي خالد هو اللي. خلاص طيب بلاش اللي تشوفه طبعا. خلاص هقابلك 10 صباحا. اوكي طيب مع السلامة، وانت من اهله. معلش نكمل بكرة، ولا انت مش فاضي بكرة؟ انا لو ما كنتش فاضي افضي نفسي. وفي حاجات كتير تانية حضرتك ما تعرفيهاش. هو كان بيستعمل التوكيل اللي حضرتك عامله له ويشتري حاجات ويكتبها باسمك ويمضي بدالك. تاني مرة أقول لك فيها خالد حاجة. يا فندم ده شرف كبير لي. أنت أناني. أنا؟ ليه يا فندم؟ زي ما هو شرف ليك إني أقول لك خالد حاف، عايز أنا كمان يبقى لي شرف إنك تقولي ألفة حاف. ودي معقولة برضو يا فندم؟ معقولة جدا. ألفة هانم قصادها أستاذ خالد، ألفت قصادها خالد. مش فاهمة قصدك يعني. حضرتك عارفة يا طنط أنا وألفت أصدقاء من قد إيه وبنحب بعض قد إيه. ألفت لازم تخرج من جو الحزن اللي هي عايشة فيه ده. ما اختلفناش، ما أنا على يدك دايما أقول لها خروجي شوفي الناس بلاش. مش قصدي يا طنط، مش قصدي. ما أنا عمالة أسألك قصدك إيه، مش بتفسري. ألفت لازم تتجوز. يا ندمجي أنت بتقولي إيه يا سهام؟ تتجوز؟ ده الأربعين لسه ما بقالوش أسبوع فايت. ما انا يعني طنط ما اقصدش تتجوز النهارده ولا بكره، يعني اقصد تبتدي تفكر في الجواز. ولا تبتدي تفكر، انت عايزه الناس تاكل وشنا ولا ايه؟ طنط ألفت لازم تعود الايام اللي شافتها، وبعدين ألفت مش صغيره. مالها بقى الايام اللي شافتها؟ عايشه في عز وهنا، والراجل الله يرحمه ما كانش مأخر لها طلب. حضرتك عارفه رايي كويس قوي في جواز ألفت من عزيز من ايامها. عارفة يا حبيبتي، وانتي الوحيدة اللي في اصحابها اللي كنت معارضة. واهو اللي حصل حصل، والراجل مات، وبعدين ألفت لسه في عز شبابها. وانتي بقى اللي مرشحالها العريس ولا بتتكلمي من ناحية المبدأ؟ الاتنين. من ناحية المبدأ ألفت لازم تتجوز، وبعدين حضرتك عارفة ان مجدي ابن خالتي يعني من زمان. قولي كده، مجدي بقى اللي كان مخليك تعرضي في جوازها من عزيز، اكمنه ابن خالتك. لا طبعا يا طنط، ألفت صاحبتي اكتر من كون مجدي ابن خالتي. شوف يا سهام، انت يا بنتي لسه قايلها دلوقت، ألفت مش صغيرة وتعرف مصلحتها كويس، وانا من ناحيتي اتمنى لها انها تختار الشخص اللي يساعدها. والله اختارت مجدي اهلا وسهلا، اختارت غيره يبقى برضو اهلا وسهلا. طب يا طن ما احنا كده برضو ما اختلفناش. لا اختلفنا، المهم مش مين، المهم امتى.
في تقاليد لازم تتراعى. يعني حضرتك شايفة الوقت المناسب ده هيكون امتى؟ والله مش قبل سنة. طب يا جهاد مش عايزة حاجة تاني؟ مش دلوقتي احنا في المكتب. مع السلامة يا روح قلبي. اتفضل. الست ألفة هانم حرم المرحوم عزيز بيه يا فندم. ألفة هانم؟ خليها تتفضل يا ابني. اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا اهلا اهلا. ده المكتب نور. اهلا وسهلا. ده ايه الخطوة العزيزة دي؟ اتفضلي. ازيك يا رفيق بيه؟ الحمد لله. ده خطوة عزيزة خالص. دي أول مرة في حياتك تعمليها وتشرفيني هنا في المكتب. أصلي كنت بزور ناس قرايبي هنا جنب المكتب، قلت أطلع أشرب فنجان قهوة. قهوة بس؟ كاكاو، قرفة، جنزبيل، أي حاجة تطلبيها. ده المكتب نور النهاردة. يا عبدو. أفندم. شوف الهانم تشرب إيه. قهوة مظبوط. تحت أمرك فندم. بعد جلسة الضرايب محدش لا سمع صوتك ولا شافك يعني؟ اهي مشاغل يا رفيق بيه. هو الاستاذ خالد مش موجود هنا ولا ايه؟ لا موجود هنا في مكتبه. اصل الحقيقه انا تعبته معايا قوي. في كل مره كان بيجي بيغرق في الورق والملفات، والحقيقه بعد كده رتب كل حاجه، وانا يعني ما شكرتوش. تشكريه على ايه؟ ده ما عملش الا الواجب، واقل من الواجب كمان. يا خالد. اه يا فندم. تعال لي شويه من فضلك. امرك يا فندم. ده خالد بيقول لي ان هو وضب الملفات ونظمها وحطها كل الاوراق في دوسيهات واداها ارقام كمان. هو الحقيقه عمل مجهود خرافي يا رفيق بيه. اهلا 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 وسهلا يا ألفة هانم. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضلي. حضرتك منوره المكتب. المكتب منور باصحابه. ألفة هانم جايه مخصوص بنفسها عشان تشكرك على مجهوداتك معاها. العفو يا فندم، انا ما عملتش حاجه، ده انا عاوز اخدم كمان وكمان. لا ده الظاهر ان انت عملت معجزات في ملفات ألفة هانم. ابدا والله يا فندم، انا ما عملتش غير الواجب. انا جايه اشكرك بنفسي لاني حاسه اني تعبتك معايا قوي. ايوه تحامي بيه. قعدوا في الاستراحه وانا جاي حالا. ألفة هانم، بس اذنك تهامي بيه جه وقضيته هتنظر بكرة إن شاء الله. أنا يعني دقايق كده وجاي لك على طول. أنت هتخليني أندم على إن الملفات خلصت ولا إيه؟ ليه بس يا فندم؟ تسمح لي أعزمك على فنجان شاي عشان أقدر أشكرك من غير رسميات يا فندم؟ أيوة بس رفقي بيه. رفقي بيه مشغول. لا ده هيخلص مع تهامي بيه أوام ويرجع لك. لا أنا هنزل تحت هستناك في العربية، وادخل أنت اعتذر لرفقي بيه بالنيابة عني. العربية هتلاقيها على باب العمارة على طول. طيب اشربي قهوتك. اعمل اللي بقولك عليه. أنا قلت أعزمك على شاي برا علشان تعرف قيمة الشاي اللي بيعمله لنا محمود في البيت. والله أي شاي مع سيادتك بيبقى. سيادتك تاني؟ اللي أقول لي بقى يا سي خالد، هو أنت يعني لما رتبت الدوسيهات والأوراق رحت بقى وقلت عدولي؟ بس مش عاوز أتقل على سيادتك، قصدي عليك. وانت يعني لما تطلبني في التليفون تبقى بتتقل عليا؟ انت طيبة قوي يا ألفة هانم، قصدي يا ألفة. امال انت تبقى ايه؟ لا قول يا خالد، انت بتشتغل مع رفقي من كام سنة؟
بقالي 4 سنين من يوم ما اتخرجت. ويا ترى بقى هو مقدرك؟ الأستاذ رفقي زي والدي تمام، ومن جهة مقدرني هو فعلا مقدرني، بس حضرتك عارفة ظروف المعيشة يعني. والله يا خالد الحكاية مش حكاية معيشة، يعني مثلا أديني قدامك أهو عندي الفلوس بالكوم، وانت ورفقي أكتر ناس عارفين بتفاصيلها، لكن تفتكر أنا سعيدة؟ والله السعادة دي مسألة نسبية، في ناس بتشوف السعادة في الفلوس، وفي ناس بتشوفها في الجاه، وفي ناس بتشوفها في السفر، يعني الحقيقة الواحد ما يقدرش يعرف السعادة الحقيقية فين. وفي ناس بتشوف السعادة في الحب. يا ترى يا خالد انت بتشوف السعادة في ايه؟ في اني اشرب شاي مع سعادتك. بحبه يا سام، بحبه يا الف نهار ابيض. بس هو مين؟ خالد. خالد مين؟ يكونش الواد الحليوة المحامي اللي قابلته عندك هنا؟ بيني وبينك هو يتحب. عارفة يا ألفت لو ما كنتيش انت حبيتيه كنت انا هحبه. كويس انك نبهتيني عشان اعمل فرملة. الله، ايه يا ألفت؟ طب انت بتعيطي ليه بقى دلوقتي؟ مش عارفة اذا كان بيحبني ولا لا. يا سلام، خلاص هاتيه هنا وقعديه كده وقولي له تعالى ياض. انت ياض، انت بتحبني ياض ولا لا؟ سلام يا سهام، يعني هي بالسهوله دي؟ والله بقى انت عيله يا ألفت، دي مساله تعرفيها بالفتنه بالفهلاوه، من نظره من عينيه، من تصرف من تصرفاته. والله يا سهام ما انا عارفه، انا خايفه ليكون الحب ده كله كده على بعضه غلط من اساسه. انت عارفه ان هو شاب لسه بيبتدي حياته جديد، وواضح عليه انه فقير، خايفه ليكون كشش مني عشان حاسس ان انا عندي فلوس كتير. والله بقى يا ألفت دي مساله تعرفيها اكتر مني، انت تحسيها طبعا. انا كان نفسي طبعا انتي ومجدي ترجعوا لبعض، لكن طالما حبيتي خالد حلال عليكي. يلا شيلي. خلاص مقبولة منك، ولو انها ضحكة مش من قلبك. انا عارفة يا سهام ان انتي متضايقة مني. انا هتضايق منك ليه؟ عشان يعني مجدي ابن خالتك و... تبقي غلطانه يا ألفت، مجدي مش ابن خالتي اكتر من انه انسان كنت اتمنى انه يساعدك. انا عارفه ان مجدي انسان مهذب وابن حلال، انا ما انكرش ان كان في يوم من الايام ارتباط بيني وبينه كان ممكن يتجدد مع الايام لولا ان خالد عمل سطوه على قلبك، مش كده؟ انا فهمك يا ألفت يا حبيبتي. يلا بقى اتكلي على الله، بعد ما تتاكدي من حبه شهرين ثلاثه وهو بيعملوا الخطوبه والجواز بعد مرور سنه على وفاه المرحوم. ايوه بس يا سهام. شش، مش عايزه اسمع منك ولا كلمه. ايوه يا جهان معاك يا حبيبتي. ايوه ازيك دلوقتي؟ ايه عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله. لحظه يا عماني، لحظه. الو ألفت هانم. ايوه انا كلمتك وسبت لك خبر. لا خير، هو في مشكلة في عزبة الألوية، جيرانك في الأرض، مشكلة على الترعة اللي بتسقي أرضك وأرضهم، عاملين مشكلة جامدة قوي. مشكلة هي مشكلة قديمة، لأنهم كانوا عايزين يشتروا جزء من الأرض وعزيز بيه رفض، فبيعكسوا بقى في حكاية الري من الترعة دي. هناك دلوقتي في مشكلة جامدة قوي. لا أنا هحلها إن شاء الله، هبعت خالد وهيحاول يتفاهم معاهم ويحلها. نعم. إيه انت عايزه تروحي معاه؟ بس حضرتك واحده ست. ايوه عايز اقول انهم رجاله، ورجاله شرسين جدا.
ما هو انا عايز اوضح. خلاص ما دام انت مصره على كده، خالد هيروح بعد ساعه، اخليه يفوت عليكي وياخدك معاه. خلاص ربنا يستر. مع السلامه يا ألفت هاني. ايوه انا معاك يا جهاني عنيا. انا مش قلت محدش فيكم هيروح الارض؟ يبقى محدش هيروح الارض والراجل فيكم مد ايده على الساقي. ايه بس يا وهدان ان شاء الله، المكنه مكانتنا والدير على دير الحكومه. اتكلم كويس يا سالم، انا قلت مش هتهروا يبقى مش هتهروا، والراجل يهو بخطوه. هو علشان عزيز مهما وصاحبة الارض بقت حرمه عايز تفرض علينا عضلاتك يا وهدان؟ اخرس يالا اخرس انت. انا لا اعرف حرمه ولا شايف فيك راجل. بس بقى يا انت بلاش تتحمل. اخرس يا سالم. الأرض عطشانة وسي وهدان قال إيه؟ مش عايزنا نروي. مين فيك اسمه وهدان؟ هاني وهدان. جري يا وهدان، أنت ليه مش راجي؟ لو سمحت خلي الكلام بين الرجالة وبعضيها. أنت ليه مش عاوز تروي الأرض؟ أنا حر؟ ثم أنت مين يا فندم؟ صفتك إيه عشان تسألني؟ انت اللي صفتك ايه علشان تسألني انا صفتي ايه؟ انا موازني صاحب الارض دي. لكن انت مش صاحب الترعة دي؟ لعبة انا صاحبها. ارجوك يا خالد بلاش تحتك بيه، باين عليه راجل شراني. مالكيش دعوة يا هلم، اتفضلي انت في العربية. اتفضلي في العربية. يلا يا رجالة يلا روا الارض. اتفضلوا يلا يا رجالة يلا. يلا يلا. كودي محدش فيكم يتدخل يا رجاله، سيبوني مني للراجل الطيب الامير. شوف يا وهدان انا فاهم حركاتك كويس قوي، بس لازم تعرف ان ألفة هانم مش هتبيع ارضها، وارضها هتتروي من المية دي. واللي عنده اعتراض على الكلام ده يتفضل. ألفة هانم وراها رجالة، وراها رجالة ياكلوا الزلط يا وهدان. وانت بقى سيد الرجالة اللي هياكلوا الزلط مش كده؟ طب كل. أنا آسفة يا خالد، كل ده حصل لك بسببي. ولا يهمك، أنا كنت مستعدة أتقتل بسببك. انت عارف انا كان فاضل لي تكه واحده بس واروح ارمي نفسي عليه واطبق في زماره رقبته، لولا ان انا شفتك ضربته البوكس الاخراني ده ورميته على الارض. يعني البوكس الاخراني ده هو اللي انقذه منك؟ اه طبعا. طب اتفضلي يلا تعال. بقولك ايه يا مادي، شيل ألفت من دماغك خالص. الله الله الله، ده كلام جديد عليا خالص. مش انا اللي كنت بزن عليك عشان تتقرب لها؟ انا برضو دلوقتي اللي بزن عليك عشان تبعد عنها. ليه؟ ألفت بتحب. ايوه يا جهان. لا لا مش كده يا روح قلبي، لا يا حياتي لا، اللي انت عايزاه انا هنفذه. امال الله، وانا ليا مين غير جهان في الدنيا دي كلها؟ لا
لا ما تزعليش منك مار. باي باي يا جان، مع السلامة. مع السلامة. اتفضل ادخل. اهلا يا خالد. ايه مالك؟ انا شايف كده ان انت عايز تقول حاجه. الحقيقه ايوه، بس هي حاجه شخصيه، وحضرتك بتقول ان المكتب ما يصلحش للحاجات الشخصيه. معلش يا سيدي، النهارده انا ما عنديش مانع، قول. الحقيقه انا شايف انه حان الوقت للاستقرار وال وايه؟ اتكلم، قول يا خالد، قول قول. الجواز. الجواز اخيرا؟ وايه اللي جد يعني؟ العقدة اتحلت. اتحلت ازاي؟ ما هو ده اللي انا عاوز اتكلم فيه. انا محتاج وساطة سعادتك. وصيتي عند مين؟ ألفت هانم. ألفت هانم؟ يا ازاي غابت عني دي؟ ده كان لازم اكتشفها من زمان. يعني حضرتك موافق؟ طبعا موافق. الله، وانا الكسبان، لانك انت باستقرارك هاخد منك انا شغل اكتر. يعني هتكلمها دلوقتي؟ دلوقتي؟ مش شباب، دايما مستعجل، مش صربع كده. طبعا يا سيدي، بعد المجهود اللي عملته معاها والبطوله في عزبه الاليوبيه، مش معقول هتقول لك لا. عايزها تقول لك لا؟ مش معقول. طب يا شيخ خالد، انما والله دي حاجه كويسه وفكره كويسه. الو ألفت هانم، انا رفقي. الله يخليكي، اهلا يا ستي، اهلا بيكي يا ستي. انا عازم نفسي انا وخالد على فنجان شاي عندك. يا الله، هو لازم يكون في مناسبه للزياره؟ لا 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 ابدا، ده بيتي من يام عزيز بيه، مش كده ولا ايه؟ وعلى اي حال انا هعرف مقدار اعزازي عندك من الزياره دي. طيب يا ستي، اهلا بيكي، شكرا، مع السلامه. مع السلامه. خلاص يا سيدي، ان شاء الله بعد 4-5 ساعات هقول لك مبروك. وريني اهو. لا تقلي روش شوية. اكتر من كده؟ شوية صغيرين. زي القمر. انما قولي لي يا ألفت، هو رفقي بيه قال لك انا جاي عشان اخطبك لخالد بالنص كده؟ هو ما قاليش كده بالظبط، انما قال لي يا ألفت هانم انا جاي انا وخالد عشان اكلمك في موضوع، بس ارجوكي اوعي تكسفيني. ولما بس 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 خلاص، فهمت خلاص. مش عارفه مالي برتعش كده ومرتبكه، زي ما يكون عيله عندها 17 سنه وجاي لها عريس. ما هو ده جواز الحب يا ألفت. بس انت مش شايفه يا ألفت انك لما تلبسي ملون لاول مره بعد وفاه المرحوم، ده معناه انك بتقولي لخالد انا عارفه انك جاي تخطبني؟ امال يعني عايزاني البس له اسود وهو بيقول لي تسمحي لي يا ألفت هانم اطلب من سيادتك ايه سيادتك؟ اكيد هما. بصي اسمعي يا ألفت، انا مش هنزل معاكي، انزلي انت، ولما يمشوا ابقي اطلعي فرحيني. اتفضل يا رفقي بيه، اتفضل يا بيه. الهانم نازلة حالا. اهلا يا استاذ خالد. اهلا وسهلا. اهلا استاذ رفقي. اهلا. اتفضل. يا
ستي أنا النهاردة مش جاي بصفتي رفق المحامي، أنا جاي بصفة تانية خالص. أهلا بيك بأي صفة يا أستاذ رفقي. يا ستي أنا هدخل في الموضوع على طول، ولو إني عارف إن الوقت يمكن مش مناسب للموضوع اللي إحنا جايين له، لأن المرحوم لسه ما فاتش عليه شهرين. المرحوم كان بالنسبة لك أكتر من أخ. تمام، وده اللي بيشجعني إني الموضوع يخص ابني خالد، وأنا لما أقول ابني خالد أبقى ما كدبتش، لأني أنا اللي مربيه من صغره، من وهو قد كده لحد ما بقى راجل وبيشتغل معايا في مكتبي، وأنا ضمنه من كافة النواحي. الأستاذ خالد راجل عظيم. عظيم، يعني أفهم من كده إنك مش هتردي طلبه. طلبه أمر. الله، ما تتكلم يا خالد، أنت سايبني عمال أتكلم وقاعد تتفرج عليا ولا إيه؟ البركة في سيادتك يا فندم. طب يا سيدي، بقى ستي خالد بيتقدم لك وكله أمل في كرمك بطلب شقة في عمارة العجوزة. بقى ستي خالد خاطب جيهان بنت أختي من 3 سنين، وجيهان دي أنا اللي مربيها من صورها كده، بيحبوا بعض حب كبير قوي، ومشكلتهم الوحيدة الشقة. أنا من ناحيتي حاولت أساعدهم في كل حاجة، في الجهاز، في كل شيء زي ما أنت عارفة، لكن بقى الشقة أنت عارفة صعوبتها. قلت إيه؟ آه لو تعرفي بيحبوا بعض قد إيه، ولا جيهان دي تساوي عندي قد إيه، دي تساوي الدنيا دي كلها. وحضرتك لسه من شوية قايلة على خالد إنه راجل عظيم. موافقة يا ألفة هانم؟ مبروك، ألف مبروك.